السلام عليكم. فيديو جديد ولكن اليوم ماشي بلاصة جديدة. اليوم ما غنمشيوش لشي غابة ولا شي مدينة. اليوم في البلاصة فين كنسكن. اليوم كما كتعرفوا فرمضان قرب، فاليوم غنطيب لكم واحد الأكلة لأي واحد، يعني عزري، بنت، دري، جون، طالب، ماشي طالب، عايش بوحده. كيفاش طيب دجاج ديال المغرب؟ طريقة سهلة وما صعيبش. اليوم غنطيبو دجاج لأي واحد فيكم يعني مشى للعارس ولا في شي بلاصة. فديما كناكلو طاجين مغربي، يعني دجاج محمر. فاليوم غنوريكم الطريقة باش تشوبو دجاج محمر. فخليكم مع الشيف مرزاق. يعني ماشي شي مقادير اي واحد عنده هاد المقادير، يعني ماشي شي مقادير في شي شكل. المقادير اللي كنحتاجو مطيشه سكر، حتى هو كيبقى اختياري. فهمتي بغيتي دير السكر ديرو، ما بغيتيش ماشي مشكل. واهم حاجه لابد شنو كنحتاجو، كنحتاجو واحد الدجاج، الزيتون والزيت البلديه. والله الا الزيت من بني سادن، الوالده اللي صفطتها لي يعني بني سادن، الوالده الزيت البلديه، شويه ديال الفلفل، شويه ديال الملحه، الكمون، والشعريه الصينيه الالمانيه غلاس نودل، كوكوما خرقوم يمكن كنقولوا له الخرقوم، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال الانغفا، وجوج الريوس ديال سميتو ديال التومة والبصل، وشوية ديال القزبور يعني ولا المعدنوس، وشوية ديال إذا كان عندك كنور تقدر تستعمل كنور، لكن ما كنقولو بالألمانية جيميوزا بويا، كنستعمل غير شي شوية فهمتي، معلقة صغيرة ماشي بزاف، وشوية ديال الحار كما كنقولو بالألمانية أنجليك تتسيتخونا. و زوز كارطوفل بوميز يعني الفريت الحلوه. الا بغيتي تاخذ مثلا تستخدم الفريت العاديه فماشي مشكل، فانا كتعجبني زوز كارطوفل بوميز يعني الفريت الحلوه فهي صحيه. دابا غنوريكم واحد الطريقه، فهمتي اي واحد فيكم اللي كتبغي تقطع البصله فديما كتشبع الدموع مع راس، ما كان غير البكياء والدموع هابطين. كاين واحد الطريقه تعلمتها هنا في المانيا، فشوف غنوريكم. ها فكتشدوا هذيك البصله اللي انت باغي تقطعها، شنو كدير؟ كتخوي عليها شويه ديال الماء، ولا او كتاخذ شويه ديال الماء كديرو في فمك، يعني ما تشربوش، تخليه غير هنا للقدام، ماشي كتشربو بحال دابا انا راني شربتو. كتاخذ شويه ديال الماء وكتخليه في فمك وكتقطع البصله. شوف ما كاين لا دموع لا والو، غير البصل مقطع. فالطريقه كما قلت لكم، كتاخذ الماء كتخليه داخل الفم ديالك وكتنفس غير مني، ف البصله ما دموع لا والو. الدموع ما طاحوش لاني خوكم قطع يدو واحد الجرحه صغيره، ولكن ماشي مشكل. هنا صوبنا الطاجين المغربي، فلا بد بالطاجين المغربي، هذا هو الطاجين. خاصنا الزيت البلاد، الزيت البلديه بني سادن. كنديرو غير شويه د الزيت على درجه حراره منخفضه، يعني على حساب انت الهيرد اللي عندك. انا كنخليه ديما على 3، كنخلي شويه الزيت تشحر شويه. فدابا من بعد ما سخنات زيت الزيتون في الطاجين المغربي الاصيل، كنحيدو سميتو، ومن بعد
نزيدو البصلة. من بعد ما تشحروا سميتو سبيبل كما كنقولوا بالالمانيا، كنزيدو واحد طوبه ديال السكر وكنخليوها لداخل فهمتي باش اللون ديال سميتو ديال السبيبل ياخذ واحد اللون ذهبي فهمتي، يعني اللون يكون هذاك اللون هو هذاك. درجة الحرارة ديال سميتو يعني خصها تكون منخفضة، ما تكونش تستعمل السكر على حساب مطيشة، حيت مطيشة كتعطي شوية ديال الحموضة، فعلى ذاك الشيء كنستعمل السكر على حساب مطيشة، كنستعمل السكر. إلا بغيتي ديما تستغل الوقت، فدابا البصلة راها لداخل كتشحر، هاد الوقت خصنا نستغلو الوقت، خصك ديما تكون إيفيكتيف. فدابا غنسخنو الماء، فمن بعد ما سخن الماء دابا غنوريكم الطريقه اللي كنستعملها باش ناخذ يعني الشعريه الصينيه، يعني كلاص نودل. كناخذ كلاص نودل، فهاد كلاص نودل فهاد هي كتوجد فهمتي، فخصك دغيا تزرب عليها، فكنخليها هنا 5 دقائق، نزيد عليها داك الماء اللي سخون 5 دقائق طاركه، ما تخليهاش اكثر من 5 دقائق، فاذا خليتيها اكثر من 5 دقائق من بعد كتولي فهمتي بحال شويه بحال العجينه، 5 دقائق باركه. خمسة دقائق كافية. فمن بعد ما قطعنا ثومة صغيرة والبصل فكنزيدوها على كلاص نودل، وكنزيدو شوية ديال القزبر ولا المعدنوس ولا بجوجهم، مكنكتروش يعني جوج معالق صغيرة. شويه ديال التحميره غير شويه فهمتي ما تكثرش، يعني معلقه صغيره، شويه ديال الكمون حتى هو ما تكثرش يعني معلقه صغيره، شويه ديال الملح، كنزيدو شويه ديال الكركم، وكنور بالالمانيا جيموزا دوير، يعني كنور اي واحد فيكم في المغرب يعرف كنور، حتى هو ما كنكثروش فكناخذو غير معلقه صغيره فهمتي على بوك. من بعد كنزيدو شويه ديال زيت الزيتون المغربية من بني سادة حبيبي. اوكي هذا من بعد كنخلطوا المقادير مزيان، ها هو انا كنخلط هاد المقادير. والله ما عرفت نحبس راسي الصراحه، واحد الريحه اقسم بالله العظيم الا كنت شاي الريحه، يا سلام حبيبي. والله الا واحد الريحه واعره.
بعد ما خلطنا كلاس نودل يعني الشعريه الصينيه، فكنعمروا الدجاج من داخل. عمار مزيان داك الكلاس نودل، فخصها نحشيوها لداخل مزيان. فمن بعد ما عمرنا الدجاج بالشعريه الصينيه، فضروري خصنا نسدوه، فهذا هما اللي كناخذ باش نسد الدجاج. فمن بعد ما تحمروا يعني البصل، بعد ما تحمر البصل مع شويه ديال السكر، مع السكر كناخذوا هذاك الدجاج اللي كنا عمرنا بالشعريه الصينيه يعني بالكلاس نودل، كنخليوه يتحمر شي 10 دقائق يعني من الفوق والتحت. من بعد ما تحمر الدجاج يعني من الفوق والتحت، كنجيبو شويه ديال المطيشه وشوية ديال الثومة، شوية ديال الكمون، شوية ديال الخميرة، شوية ديال الكركمة باش تعطينا واحد اللون للخرقوم كما كنقولو. ون شوية ديال انغفا، كنكتروش بزاف غير شوية عليكم. وشوية ديال الكنور، الكنور كيبقى اختياري، فهمتي؟ إلا كان عندك كنور استعملو، إلا ما كانش عندك كنور ماشي مشكل، كناخدو حتى هو غير شوية ديال الكنور. أو تنزيدو شوية غير شوية ديال الماء، أو يعني الحامض اللي مرقد فهو كيبقى اختياري، فهمتي؟ فبغيتي ديرو ديرو، ما بغيتيش ديرو ماشي مشكل، ماشي ضروري. كنديرو شوية ديال الحامض، يعني طريقة سهلة وبسيطة، أي واحد فيكم باغي يدير طاجين مغربي من بعد ما طفنا المقادير العطرية والتحميرة والتخربيق ومطيشة وتسمى، فكنسدو على الدجاج، فكنخليه واحد المدة ديال الزمن ما بين 40 دقيقة و 30 دقيقة. فأنا في البلاصة فاش كنطيب فديما كتكون ما بين 30 دقيقة حتى 40 دقيقة على الدرجة ديال الحرارة اللي كتكون متوسطة. ها هو الطاجين كيتبقبق حنا كيتبقبق. بعد مرور واحد تقريبا واحد 50 دقيقة ولا 45 دقيقة، فدابا خصني نخرج هاد الدجاج من الطاجين ونحطو هنا باش ندخلو للفران. هاد اللون باش يولي هداك الدجاج عندو واحد اللون هو هداك، فكنستعمل البوتر، يعني كنستعمل سميتو كنز الزبدة، وكان بحال فهمتي بحال الا كندير له واحد لا كريم، فهمتي؟ باش يخرج له واحد اللون هو هذاك اللون. درنا له بحال واحد الماساج الجلده ديال الدجاج، من بعد كندخلوه للفران على واحد الدرجة اللي كتكون 180 درجة ومن فوق قلت، كنخليوه تقريبا واحد
ما بين 30 دقيقة حتى 35 دقيقة. تشاو جاج الله يديك الجاج. دابا الدجاج راه تقريبا واحد 35 دقيقة في الفران، فقبل ما نخرجو الدجاج من الفران فكناخدو الزيتون. فأهم حاجة على الزيتون فما ديروش فهمتي أكثر من 10 دقائق في الطاجين، فتقريبا قبل ما تخرج الدجاج من الفران فتقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق فكدير الزيتون في الطاجين، فكتخلي غير واحد 10 دقائق فهمتي، حيت إلا داز أكثر من 10 دقائق فكيولي فهمتي كتولي لاصوص ديال الدجاج فكتولي شوية حامضة، على داك الشيء الماكسيموم 10 دقائق وعلى درجة حرارة منخفضة. واحد المنظر ديال هاد الدجاج والله الا منظر كنوس بريك، يعني شوف الجلده ديالو شوفها يا سلام. دابا وصلنا للنهايه، هذا هو الارجيبليس يعني النتيجه صراحه، طاجين ديال الدجاج محمر واعر. الحاجه اللي ناقصه هو الخبز ديال الوالده، والله الا الخبز ديال الوالده هو اللي ناقص، اتاي والطاجين كما قلت لكم الخبز ديال الوالده هو اللي ناقص، ولكن اللحم والله واعر غير مذاق واعر. جربوه وردوا عليا، نتمنى يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني، فإلا كان كيعجبكم بحال هذه الفيديوهات ما تنساوش تكتبوا لنا تحت في التعاليق. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، تهلاو في راسكم، خصني نتقاتل مع هذا الدجاج.